من مدريد ينضم إلينا دكتور صلاح قيراطة الخبير في العلاقات الدولية. دكتور صلاح، هل ظهرت الفجوة بين الموقف الأمريكي وبين الموقف الأوروبي تحديدا فيما يخص من الذي سيتولى الإنفاق والوجهات التي ستقدم لها هذه الأموال في سبيل الحصول على الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا؟ دعونا نتفق بداية أن الحرب التي تدور حاليا في شرق أوروبا والتي يروق للروس أن يسموها العملية العسكرية خاصة لم تكن لتنطلق لولا رغبة أوكرانيا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهذه الرغبة لا زالت تداعب وجدان وخيال الرئيس زيلينسكي والمتصلبين في إدارته، وعليه يبدو أن دول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لهم مواقف متباينة من هذا، ويحاولون بشكل أو بآخر دائما أن يعني يقدموا ما يمكن تقديمه، سيما أننا كلنا بتنا نعرف تمام المعرفة أن حرب بالوكالة يقوم بها جيش الأوكراني ومرتزقة ينضون تحت لوائه لحساب الناتو. الواضح أيضا أن أمريكا كما هي أمريكا دائما تريد أن تكون في المقدمة لا لجهة العطاء فقط أو إن كان موجودا فعلا بقدر لأن تكون في جهة المستفيد الأوحد والمسيطر الأوحد وصاحب الرأي أيضا الأوحد، وعليه يجب أن يكون الأوروبيون في كل حركة تدور في هذه الحرب تحت الأمر الأمريكية وتحت الرؤى الأمريكية والمستفيد أيضا من خلال هذا أمريكا. لذلك نلاحظ أن وزير الدفاع الأمريكي كان واضحا في كل ما قال، وقد التقى إلى حد بعيد مما يقوله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، إلا في حالة واحدة كان قد بدأ كلامه في اليوم الأول عندما أكد أنه ليس في نية أمريكا، وهذا يعكس موقفا للحلف، موقفا ملزما للحلف أن يتم تدخل عسكري مباشر من قبل قوات الحلف، سيما أن أوكرانيا كما تعرفون وكما كنت قد أسرت ليست عضوا في هذا الحلف، وعليه المساعدات مستمرة. كم العتاد الفتاك والحديث والمتطور حتى الصواريخ بعيدة المدى صارت في حوزة الجيش الأوكراني. هل كان للدول الأوروبية أن تغدق على أوكرانيا بهذه العطايا من القدرات التسليحية الكبيرة للغاية إلا إذا كانت تدرك أن هناك خطرا حقيقيا يمس أمنها، أمن أوروبا بشكل مباشر؟ يخشون هذا حقيقة، سيما أن تصريحات الروسي ومواقفه المعلنة حتى هذه اللحظة تؤكد ما يعني أنه لا يمكن لدولة نووية وتحديدا روسيا لا يمكن أن تهزم، وعليه دائما يقولون ويؤكد في كل أقوالهم بما يوحي للمتلقي أو المهتم أنهم في صدد استخدام عاتي الأسلحة والممنوع منها إن حدث تورطا أكثر أو ما يشكل خطرا وجوديا على روسيا الاتحادية. وفي كل السياقات نعلم أن الأقاليم الأربعة التي ضمها الروس مع بداية العملية العسكرية هي بمثابة أراضٍ روسية. أضف لذلك التصريحات الأوكرانية سيما من اليمين المتشدد أو المتصلب لا تتحدث عن هذه الأقاليم الأربعة فحسب، وهذا محض خيال عمليا كما أرى أو كما أتابع، إنما تتحدث عن شبه جزيرة القرم. وفي كل هذه السياقات الأوروبي يرى إن حدث وتمادت أوكرانيا ووجهت ضربات قد تكون مؤلمة ولا أعتقد ذلك، فالرد الروسي سيكون فوق ما يحتملون، لا ما يتصورون بل لا ما لا يحتملون. وبكل هذه الاتجاهات نجد اجتماعات وزراء الدفاع الحلف تتحقق دائما، وهذا الاجتماع الذي عقد حاليا عمليا هو الاجتماع الأخير الذي يسبق انعقاد قمة الحلف في ليتوانيا الشهر القادم. وفي كل الحالات نلاحظ أنهم متفقون في الإغداق من السلاح على المواجهة لا تنفلت ولا تخرج من حدود أوكرانيا الحالية، وبهذه السياقات يكونوا إلى حد بعيد كمن يعتبرون أوكرانيا خطا دفاعيا أول
الخشية، كل الخشية أن ينكسر خط الدفاع هذا وتندفع القوات الروسية، أو أقل يكون هناك عواصم في موقع التهديد الروسي، وسيما تلك التي دعمت بلا حدود، بل تجاوزت حدود الدعم المادي لتحرض كما هي حكومة المملكة المتحدة. وقد سمعنا في فترة سابقة عندما تحدث نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي وقال بما معناه يمكن أن نزيل لندن عن الخارطة، لكن هذا حديث يعني قد يبدو في خضم المعارك الجارية حديثا استعراضيا، أو على الأقل هكذا يمكن أن يفهم دكتور صلاح قراطة، الباحث في العلاقات الدولية من مدريد. أشكرك شكرا جزيلا.